يعني المهندس محمود طاهر. طيب نروح للكابتن حازم امام، عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق ونجم الزمالك ومصر السابق طبعا، لاعب الدولي المميز جدا. كابتن حازم ازي حضرتك؟ كابتن حازم الو. يا كابتن حازم كريم، ازيك عامل ايه؟ الله يخليك كابتن حازم، كل سنه طيب، اخبارك ايه؟ تمام طيب، ربنا يكرمك. الحمد لله كله تمام. الله يخليك كابتن حازم. كنا بنتكلم من شويه مع احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وجات لي معلومه كده ان في حد اجرى اتصال بيك من كابتن احمد سليمان عضو مجلس الاداره، وعرض عليك ان انت تنضم لجنه الكوره في نادي الزمالك في الفتره القادمه، وحضرتك وافقت او ابديت موافقه مبدئيه يعني لانضمام لجنه الكوره، فعايز اتاكد يعني منك. الكابتن احمد كلمني طبعا مكالمتين، نازل محترم جدا، وقال لي على ان حاجه جديده يعني زي لجنه الكوره اسمها اداره الكوره، وانا زي ما حضرتك اتفضلت موافقه مبدئيه لغايه لما نقعد نتكلم، يعني اكيد عايز يخدم نادي في اي مكان، بس لسه هنقعد يعني نشوف بقى يعني نعمل ايه بالظبط، لكن كفكره طبعا زي ما بقول لك اي حد رحب. كلنا طبعا اكيد نادي الزمالك لازم نخليها في اي مكان يعني. ايوه. مش لازم يشتغل في النادي يعني قاعده او حاجه عشان يخدمك يعني، دي انا مشكورهم ان هم فكروا فيا اساسا، مشكور شكرا جزيلا كل المجلس وطبعا كابتن احمد، لكن هنشوف بقى يعني الفتره الجايه ايه اللي هنقدر نعمله، ايه اللي قاعده ازاي، هم عارفين الناس الاداره، انا ما اعرفش لسه والله ديتيلز يعني، لكن مشكور انا كابتن احمد كلمني بصراحه. طيب كابتن هاشم، استغل وجودك معايا بقى على الهوا كمحلل، انت راجل طبعا بنقعد نتفرج عليك بتحلل الدوريات الاوروبيه ونقعد نستمتع بيك دايما، قول لي ايه رايك في الدوري، ايه رايك في نادي الزمالك، ومش عايز اتكلم عن المباراه الاخيره بس، يمكن قبل المباراه الاخيره مع بتروجيت الزمالك كسب وادي دجله وكسب حرس الحدود وكسب المنيا، لكن عايز اعرف رايك في اداء الفريق، الاخطاء اللي كانت موجوده في المباراه اللي فاتت، فرصه نادي الزمالك في الصعود لدور التحديد البطل كاول او ثاني في المجموعه. طيب بص، انا هتكلم الاول على الدوري بشكل عام، يعني انا شايف موضوع المجموعتين ده افاد الدوري بشكل كبير، مش ابر يعني، بقى في منافسه على القمه بشكل كبير ومنافسه على الصعب بشكل كبير، ما بقاش في فرق كتير ضامنه انها تقعد في الدوري، ده محلي الفرق المصاب في الاخر مش اللي جاي، لان لو كان الدوري بقى 20 نادي كنت هتلاقي فيه على الاقل 8 9 فرق مريحين ومصابهم بايخه. الفرق اللي في الوسط يعني. لكن دلوقتي كل الفرق هتلاقي اللي بينافس على الهبوط بيلاعب فرقه لازم هيلعب كويس، واللي فوق بيلعب كويس لازم يبقى فوق. الماتشات على المجموعتين بصراحه كويسه جدا. الفتره دي الماتشات كلها حلوه، وتلاقي في جوان كتير، وتلاقي حماس وماتشات لغايه اخر دقيقه، الماتشات كويسه، وحتى يعني النهارده ماتش مثلا القاع الانتاج والرجاء ماتش فيه جوان 3-1. بالظبط. عايزين يكسبوا، مش حد بيقعد يقفل ولا حد عايز يتعادل عشان، فدي انا شايف ميزه في موضوع المجموعتين ده، شايفها حاجه كويسه بصراحه جدا. بس طبعا انت اكيد تتمنى زي ما كلنا نتمنى ان الدوري يرجع تاني مجموعه واحده من الموسم القادم. انا بتكلم على ان يعني بصراحه فنيا او حتى احنا لما بنقعد نتفرج يعني شوف ماتش حلو وماتش نوعا ما فيه اثاره شويه، ماتش ميت، مش ماتش السابع بيلاعب التاسع فالاثنين مش عايزين حاجه من ماتش وماتش مش معنا، لا يعني ماتشات حلوه. في حاجة موضوع المربع الذهبي ده مخلي الدنيا فوق كويسة جدا، شوف المجموعة بتاعت الزمالك مولعة ازاي، شوف مجموعة الأهلي بعد فوز الاتحاد امبارح بقت مولعة ازاي، فدي حاجة بصراحة ما كانتش بتحصل كتير، تلاقي دايما الزمالك والأهلي والإسماعيلي بس. فدي حاجة كويسة. الزمالك بيعاني معاناة شديدة طبعا من نقص لاعبين بشكل كبير، يعني اداء مصر جد طبعا اداء سلبي جدا، اكيد الناس كلها مش راضيه عنه ولا ميديا راضيه عنه طبعا. المواضيع كلها بص يعني كل الفرق بقت شبه بعض، ما بقاش في فرق عندها اللعيبه اللي تعمل سوبر، يعني مش لعيب سوبر ستار هو اللي يعمل لك كف الفرقه، كل الماتشات بقت قريبه يعني ما تبقاش عارف مين هيكسب ولا الاهلي هيكسب ولا يعني كله شبه بعضه دلوقتي، ما بقاش في لعيبه كتيره تقدر تعمل لك فرق قوي في الاداء او فرق في النتيجه هجوميا، ممكن مثلا مش موجودين دفاعيا زي زكي يحتاج بسبب عدم وجود سبحان الله او انا شايف الماتش ده هيفيد الزمالك الفتره الجايه، هيفوقهم هيفوقهم كتير قوي لانه يعني الم جامد قوي، هيفوق اللعيبه ويفوق الفريق بشكل قوي، لان لازم الزمالك يكسب ويفوق الماتشات الجايه خلاص، مفيش يعني حاجه انك تتعادل حد. ايوه. ميدو ماشي بشكل جيد، انا شايف عنده ميدو لما تقعد تتكلم معاه عنده حاجات كتير جدا، بس انا حاسس المشكله عن ميدو ان هو الحاجات دي كلها عايز يعملها بسرعه، عايز يعملها بسرعه كلها
بطريقه سريعه. هو ما حضرش معاه فتره اعداد، ما حفظهمش الحاجات دي، محتاجه برضه تحفيز شويه في الاول. لكن هو هو عارف امكانياته وعارف شخصيته وعارف هو بيجتهد قد ايه مع العيسو وبيقعد معاهم كتير، و يعني بقى مع المدرب بقى تحول الى واحد ثاني غير اللي كان بيلعب. شغل يعني حياته كلها مسخره، بيطلع حبادي رايح الملعب يشوف الفرقه يشوف الاصابات. انا بحب المدربين يبقوا عايشين مع الفريق بشكل كامل، بيبقى عايش المشاكل. عشان كده اعتقد ان هو هيحل المشاكل دي قريبا ان شاء الله. اتمنى قلت له يعني اول ما مسك الفرقه كلمني قلت له يا اتمنى ان هو بس يسندوك ماديا، هي دي انا شايف المشكله الاساسيه في نادي الزمالك، ان انا كنت عضو وعارف المشاكل الماديه وعارف ان المدرب في الزمالك بالذات اشتغل نفسي اكتر منه فني. بالظبط. بيخلي يمكن الماتشات الحاسمه ممكن تهرب منك، انت ما تبقاش بدماغك الفني على قد ما تشتغل ان انت يا راجل لسه معلش والفلوس جايه لكم قريب. هي دي المشكله كانت في نادي الزمالك واللي يعني موجوده، فهي دي الحاجه اللي بتاثر بشكل كبير على اللعيبه فيهم، وبتاخد من تركيز المدرب بشكل غير طبيعي يعني. اكيد انت بتتعايش معانا القصه دي وعارف يعني. بالظبط. طيب وانا بكلمك دلوقتي حالا هو بيقولوا لي في الاير بيس ان ابراهيم صلاح دخل نادي الزمالك عشان يوقع لمده 3 سنوات حالا دلوقتي. ايه رايك في صفقه ابراهيم صلاح وعودته تاني لنادي الزمالك؟ والله اي اضافه جيده اكيد هتضيف لنادي الزمالك، يعني ابراهيم لعيب كويس، لعيب وسط ملعب، انت محتاج كل ما يبقى عندك اسم قوي كل ما بيأثر معاك في الماتشات الحاسمه في الفتره اللي انت فيها. عايز لعيبه قويه، عايز لعيبه عندها خبرات، عايز لعيبه عندها ثقل في الملعب بشكل كبير، ما تتهزش مع اي نتيجه خاصه دخل فيك جون بدري. ابراهيم لعيب اصحاب الخبره، بيحب النادي، مشي من النادي يمكن عشان برضه يعني كان شايف مواضيع نوعا ما ماديه صعبه شويه، لكن قعد سنه بظبط نفسه ورجع. انا شايف مشكور انه يرجع، عنده اكيد عروض كويسه، يحضر فلوس حاضره في ايدي، دي حاجه لازم الناس تقدرها والجماهير تقدرها، لا يغلطها كتير. فابراهيم ان شاء الله قيمه يعني نتمنى ان تكون موجوده وحاجه كويسه ان شاء الله. طيب كابتن حازم هسيبك بقى، يعني مش هقول حازم امام الزملكاوي او عضو مجلس اداره السابق، ولكن انت كمشاهد او مشجع زملكاوي تحب يعني مين لعيبه تنضم لنادي الزمالك في الموسم القادم، او الزمالك محتاج مراكز ايه واسماء مين تكون موجوده السنه الجايه، وبصفتك كمان هتكون عضو لجنه كره قادم يعني في نادي الزمالك؟ لسه بص انا عجبني جدا احمد صبري بتاع الحدث، اول ما اخد بالي منه اول ماتش في الزمالك لعيب كويس جدا، وده اكتشاف حلمي طولان على فكره اللعيب ده. بالظبط، كان بيلعب في الشرقيه قبل كده. الشرقيه جابوا برقم يعني كويس جدا. ماتش الزمالك ركزت معاه سريع جدا وحريف قوي ولعيب كويس صغير في السن. احنا عايزين اللعيبه دي في نادي الزمالك اللي هي السرعه، دلوقتي الكوره بقت كلها ما ينفعش بقى نادي الزمالك ان هو توقف على الواقف. بالظبط. عندك لعيبه عندها سرعات كبيره جدا، سرعه عاليه بتلعب على مباراه 90 دقيقه، مش تعمل لك سبرنتين وتريح بقيه الماتش. اللعيبه اللي هي فيها رتمها عالي دي اعتقد هو ده اللي محتاجه الزمالك. يعني في لعيبه كان عجبني احمد صبري. احمد صبري خلي بالك، احمد صبري النهارده كان في كلام او امبارح مفاوضات ما بين اداره الاهلي واداره الحرس عشان احمد صبري، لكن هم رفضوا تماما، اداره الحرس رفضت تماما التفريط في احمد صبري، فيعني ده برضه خبر جالي امبارح. دايما الانديه لفتره معينه، لكن لو في كاش وفي فلوس كله في الاخر، انت في الاخر الكوره يعني بقت صناعه، انا بكسب منك قد ايه وبتكسبني ازاي. فبتمنى لو الزمالك قدر يخلص احمد صبري، انا بعيد هينفع الزمالك يبقى عندك جبهه يلعب فيها وعندك حاجه تفهم يعني يبقى في اسامي كتير تقدر تنقل لك الهجمه بشكل كويس. كويس وصغير وما اعتقدش هيبقى تعرف تجي يعني. تمام تمام، بشكرك كابتن حازم امام طبعا نجم مصر ونادي الزمالك الفضل.